اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. تعادل غريب في مباراه الفرص الضائعه كالعاده الحقيقه، وايضا مباراه التوقفات الكثيره جدا بداعي وبدون داعي خلال 90 دقيقه، توقفات كثيره جدا جدا طوال المباراه، ولكن تعادل غريب وتعادل بطعم الخساره للنادي الاهلي في هذه المباراه. خلوني ارحب بضيوفي الكبار اللي معايا النهارده، نحلل برضو مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي وهذا التعادل، الكابتن ماهر همام، الكابتن اسامه حسني.